تعال نعمل لف في الموضوع ده عشان اوريك الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. طبعا انا مشغل على برنامج الفي ام وير، مشغل الميني نت ومشغل الكنترولر اللي هو الاتش بي اي فان كنترولر. تعال كده معايا، ده الميني نت كان شغال. تعال نعمل اكزيت ونبني توبولوجي جديده. التوبولوجي البسيطه اللي احنا بنعملها، طبعا هتقول لي عايزين نعمل حاجات اعلى وحاجات اكتر، ما تقلقش هعرفك ازاي الدنيا جايه، ازاي تعمل لاب زي ما انت عايز بالميني نت. تعال نبني التوبولوجي البسيطه بتاعتنا. هتقوم تقول له سودو ميني نت مسافه هايفن هايفن كنترولر، و اي بي يساوي الاي بي بتاع الكنترولر اللي هنشبك عليه 192.168.1.88، ده بتاع الاتش بي اي فان كنترولر. في غلطه. كنترولر يساوي ريموت، ايوه يساوي ريموت، والاي بي تمام كده. اضغط تمام. كمان برضو قول له بينج قول لازقه ببعضها، ايوه تمام كده. تعال نفتح الكنترولر بتاعنا اهو، قول له 192.168.1. شوف طبعا ما تنساش 188، ما تنساش البورت ده، نقطتين فوق بعض 8443. افتح، فتح معايا اهو. طبعا هو كان المفروض يسالني، انا كنت لسه داخل عليه من شويه، كان المفروض يسالني على اليوزر نيم اس دي ان الباسورد سكاي لاين يدخلك. المهم صاحبنا فتح معانا اهو. فحضرتك كده لما تيجي تبص معايا على الكونفيجريشن، او تيجي نبص على التيبل، طبعا الاول بص على التوبولوجي الاول، سويت شو على جهازين اتش 1 واتش 2، جميل جدا. تعال نبص على التيبل، الفلو تيبل، ادي السويتش اهو. لو ضغطنا احنا هنا على سامري الاول، فالسامري هنا بيقول لك ان التيبلز يقدر يشيل لغايه 254 تيبل، تمام. الفلوز طبعا لو تلاحظ ان التيبل ما تحطش رقم، المفروض ان احنا اول تيبل بيتعمل هو تيبل زيرو، وانا قلت لك هو ما فيش نوت افيلابل، هو لغايه دلوقتي نوت افيلابل الاي دي. ليه؟ لان الفيرجن المستخدم فيرجن واحد، فيرجن اوبن فلو المستخدم هو فيرجن واحد، ممكن نستخدم فيرجن 3. لو تركز معايا هنا بيقول لك ان النيجوشيتد فيرجن هو فيرجن واحد، فاحنا عايزين نستخدم فيرجن 3 او 1 و3، مش فيرجن 1، لا فيرجن 1 1.0، عايزين نستخدم فيرجن 1.3. في ال 1.3 بيبقى ارقام التيبلز موجوده، تيبل 0 تيبل 1 تيبل 2 بتبقى موجوده. طب عشان نخلي الاوبن فلو او الفيرجن المستخدم 1.3، تعالى هنا اعمل اكزيت الاول من الميني نت، وتعالى قول له نفس الكونفيجريشن اللي فاتت، او نفس الامر بتاع تكوين الشبكه، ولكن هنزود عليه عشان نظبط الفيرجن. قول له داش داش سويتش يساوي او في اس كي، ان السويتشات اوبن فلو يعني، والبروتوكول المستخدم، بص بقى دي بروتوكولز يساوي اوبن الاو كابيتال فلو اف كابيتال اوبن فلو 1.3. حلو، اتكون اللاب بتاعه، مفيش اي مشكله مفيش اي غلط، كله بينج اول عشان اتاكد ان الدنيا تمام. بينج اول تمام. تعالى كده على التوبولوجي، ايه الاخبار؟ تعالى اتفرج بقى معايا على السامري كده، قول له هنا انا عايز اشوف السامري تيبلز 254، مفيش مشكله، لان اصلا البرنامج الميني نت الاوبن في سويتش اللي بيديه في اخره 254 تيبل. بص الفيرجن هنا يا راجل، يا طيب بص الفيرجن هنا. تعالى بقى اما اوريك حاجه مهمه جدا، لما انت شفت في الفيديو اللي فات لما جينا فتحنا التيبل كان فلو، بص كده كان الاول مديك نوت افيلابل، شوف مديك هنا ده التيبل رقم 0، ده الانتري الاولانيه في التيبل رقم 0، الانتري الثانيه في التيبل رقم 0، الانتري الثالثه في التيبل رقم 0. لو تلاحظ تعالى نعمل كده بينج، يعني تعالى قول له اتش 1 بينج
اتش 2 جاهزين، خلي الجهازين يبنجوا على بعض. بنج شغال اهو مفيش اي مشكله، اعمل كده ريفريش شوف الدنيا فيها ايه. ايه الاخبار؟ لو تلاحظ ايه الباكت اللي بيحصل عليها ماتش، طبعا هو بيعد لك هنا في باكتس وفي بالبايتس لو انت عايز تعد عدد الكاونتر هنا وهنا. فخلينا نركز مع الباكتس اسهل شويه. 6 بص كانت 6 اهو 20 20 هنا عدت 1 تمام 2 عماله بتعد برضو بتعد هنا وهنا. طيب خليني طبعا الانتري ده البريوريتي بتاعته كام؟ 29999. ما تيجي نعمل انتري فوق ده ياخد مثلا، نعمله احنا نكريته، نعمل انتري بمزاجنا احنا يعني من على الكنترولر عشان يتبعت للسويتش. نخلي البريوريتي بتاعته 40000 ونخليه هو اللي ياخد عمليه الماتشنج دي. تعال مبدئيا كده لازم تروح للكونفيجريشن اللي قصدي الابلكيشن، وبتسطب الابلكيشن اللي هو كان بيدينا الامكانيه ان احنا نضيف اسمه فلو ميكر لو تفتكروا، بيدينا الامكانيه مش موجود هنا دلوقتي كنا شلناه، بس ممكن نسطب ونقول له نيو ونقول له براوز اهو البرنامج ده اللي كانت عملته شركه نورث باوند اهو ابلكيشن اوبن قول له ابلود كده اترفع على الكنترولر بتاعه قول له ديبلوي عشان يتسطب خلاص ها يلا اتسطب قول له ريفرش عشان يظهر على الشمال كده الفلو ميكر ظهر هنا اهو منه طبعا من الفلو ميكر ده بقدر اشوف الفلو انتري هاتوا كده تاني اهو لو تركز معايا كده شوف الفيرجن الاوبن فلو فيرجن 1.3 من سيرا الاي بي بتاع السويتش بتاعي خش يا عم ادي الانتري زي لو تيجي تعمل معايا ريفرش كده ايه الاخبار الباكتس عماله بتعد هنا 141 148 148 اهي طبعا ده في ايه في حاله ان السورس اي بي 10 2 والديستنيشن هو 10 1 وهنا برضو في حاله ان السورس اي بي 10 1 والديستنيشن 10 2 يعني ده بيبعت بنج وده بيرد عليه فتبص تلاقي العدد هنا واحد يعني طيب ما تيجي نضيف حاجه فوق ده نقول له مثلا هو هنا بيتكلم عن السورس اللي هو 10 2 والديستنيشن 10 1 طيب انا هحط حاجه هنا زي ده برضو بالظبط كده بس حاجه تكون في ايه بص كده نقول له اد هتقول له في التيبل اي دي رقم صفر يعني التيبل رقم صفر الايدل تايم اوت 60 والهارد تايم اوت خليه 0 والبريوريتي هنخليها 40000 السورس اي بي لو تفتكر معايا كان 10002 وكان الديستنيشن اي بي وانا طبعا بطلب الماسك الماسكات هنا بتستخدم كده 455 هو حاططها في بلت ان في البرنامج كده بيكريت الاجهزه والماسكات بتاعتها بتبقى كده هنا برضو الديستنيشن اي بي 10001 والماسك بتاعه 255 تمام نوع البروتوكول ده بينج اي سي ام بي واي بي فيرجن 4 طب الاكشن لما يكون بص كده انت بتقول له كده ايه انت كده بتقول له ايه بتقول له حط لي انتري البريورتي بتاعته 40000 هيبقى اول واحد عشان انا عايز اقول لك ان هو لما هيحصل عليه ماتش مش هيبص للانتريز اللي تحت منه، الانتريز اللي تحت منه شغاله وبتعد دلوقتي. او اللي هو يعتبر انتري رقم واحد دلوقتي، شوف لما نحط ده فوقيه ايه اللي هيحصل. البنج ده خد بالك 10 1 الجهاز اللي هو 10 1 وصل على بورت 1، 10 2 وصل على بورت 2، انت بتقول له لما حد من 10 2 يبعت بنج على 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 الراجل 10 1 خرج البنج الاكشن ده يا سويتش هتخرجه منين؟ قول له اوتبوت بورت طلعه من بورت رقم واحد صح؟ سورس 2 بيودي الواحد فانت كسويتش هتخرجها منين؟ هخرجها من بورت واحد لو انت قلت له خرجها من بورت 2 هيوقف لك البنج اصلا الدنيا باظت كان بالظبط واحد بيبعت لي بنج بقوم ارميها له تاني بقول له مش عايز منك حاجه لا طلعها من واحد وقول له اد وتعالى اتفرج كده شوف العداد هنا شوف طبعا 40000 بقت هي رقم واحد لان البريورتي بتاعتها اعلى واحنا اتفقنا ان البريورتي كل ما كانت اعلى كل ما كان هو السطر ايه اللي بتنفذ شوف هنا بيقول لك هنا ايه لاحظ ان كان في نفس السطر بالظبط هنا اهو خرج من بورت 2 اسف خرج من بورت 1 البنج اللي جاي من 10 2 رايح ل 10 1 خرجه من بورت 1 انا عملت نفس الكلام بس البريورتي اعلى اللي جاي من 10 2 رايح ل 10 1 خرجه من بورت 1 بس البريورتي 40000 اتفرج كده على العداد ده شوفوا كده هيشتغل ده 282 وده 2 تعال نعمل ريفريش كده ايه الاخبار 39 وده 282 زي ما هو ما اتغيرش طبعا هتلاقي برضو البايتس واقف
يعني. بس احنا يعني الباكتس انا بحب اعد بالباكتس. شوف انت الاثنين عدد واحد بس واحد بيعد بالباكتس والتاني بيعد بالبايتس. فزي ما تحب انت. بص كده ايه رايك؟ خلاص ده وقف ما عادش له لازم. البنج شغال اه بس انت حطيت انتري البريوريتي بتاعته هو نفس الانتري نفس الانتري بالظبط, ولكن انت عدلت البريوريتي بتاعته عليت البريوريتي بتاعته, فطبعا هيتاخد بيه عن صاحبنا اللي تحت. يا رب تكون الفكره وضحت بالنسبه لك. اشوفك الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.